هذا السي احمد مو الحاج ميلودي بو كما تشوفوا هنايا في ثلاث اولاد. نحييو جميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان. وهذا السي احمد غادي نعرفوا معاه الاثمنه وهاد الخيرات هنايا الرقم 6 كما تشوفوا معنا. تنحيو جميع المشاهدين. تخدم شي حاجه تاع الغلمي ولا البقري شي حاجه ممتازه تاع الشيت. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان. واخا تا غنجد شويه واخا كيما تشوفوا هاد الخيرات تنوريوها جميع المشاهدين. غادي نعرفوا الاثمنه مع السي احمد. تبارك الله على الحاج مولود. مرحبا. تبارك الله على السي احمد. شكرا لك. هذا السي احمد كيما تشوفوا الخيرات موجوده في الحانوت الغلمي البقري. هاد الخيرات والماعز ما عندكش حتى الماعز كاين فعلا فعلا عين العين كيف تقول موجودين طالب ديال الكليان. الحمد لله تبارك الله على السي احمد. مرحبا بك سي احمد. الخيرات تبارك الله. هذا السي احمد بشحال تبيع اليوم السي احمد اللحم وهذا الخير؟ اللحم البقري اليوم 80 درهم. 80 درهم اللحم البقري ب 80 درهم وين شي حاجه سوبر. الغلمي شحال؟ 90. وماعز؟ الماعز 90. توقع 90. والكفته شحال؟ الكفته 90. واللي بغى شي قضبان او ستيك او قضبان 100 درهم في 120. كي ستيك ما كاينش الفرق بين الكبده وهاد الكبده وهاد الخيرات. الكبده وقال 130 درهم. وهاد سواسيسو؟ سواسيس 90 درهم. تبارك الله سي احمد راجل زين هنايا في ثلاث اولاد. ومرحبا تا هما تاتوما معاه. مرحبا. معروف لا عارفين عنده شي حاجه ممتازه عرفنا شي حاجه زينه. وهادو من ياك سروا 100 درهم وراكين اللي يقول لك احنا الله يحسن العون للجميع لا من المستهلك ولا من اللي تيربي السلعه. هذا هو اللي تقول الله يحسن العون. الحداد ولا اللي كيخبط عليه الفلاح راه لقيت فيه الشوكه والقزار تاعو كهكول. واش كاين شي واحد قزر عامين ثلاثه مليار؟ ما كاينش. ما كاينش. الحمد لله راه كل شيء موجود. هذا احنا نهار العيد كل شيء موجود. المهم راه العرض كثر من الطلب ديما. ديما العرض كثر من الطالب. ياخذ على قدو. شي حاجه كيد ليها وراه كل شيء موجود. الغنم موجود، البقر موجود، باش ما يقلقوش الناس ما يتخلعوش، الخير موجود. الحمد لله. هذا فضل تاع الله. بالنسبه للعاوني ديال العيد تا هو راه كاين، والانسان الاثمنه راه كتبقى. هي عندك الحاوليه تاع تبارك الله على السي احمد. وهذا الحاج ميلودي بوه كما تشوفوا الضرافات الناس مخيرين وحبابنا من زمان. تبارك الله على السي احمد. نشكروك ونشكرو القناه ديالك اللي كتبقى. غادي يصاوب لنا شي شبايه ولا كان يصبر معانا؟ ما يخسرش ما يخسرش. انا شايف واخا. مرحبا انا سيدي عاد صحاب سي احمد كاع هاد الناس صحاب سي احمد كما تشوفوا وتشاهدوا قناه زيتون مرجان. مرحبا بكم جميعا. مرحبا. بالطبيعه الحال غادي يصابوا معك. ايوا هادو تما شويه هنايا جيت سي احمد وسي احمد اللي مكلف بالقهوه ونسي قاعد تلاقيت واحمد احمد. الحمد لله بين احمد واحمد خاصين هادو بالشي. ما تيبيعوا لا كوطليط لا كفته لا قدبان لا والو، خاصين غير بالشي هنايا في الثلاث ولاد. تنحيوا جميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان في المكان والحباب تونا. اهلا بكم جميعا. هذا هادي يا سيدي اللحمه من ثلاث الاولاد. السوق الاسبوعي المارشي ديال ثلاث الاولاد. هاد الناس ديال الجزاره ديال فيني هادو كيقلبوا على داك البلدي المغربي. البلدي المغربي هما ما كيتعطاوش لا داك البلجيكي اللي كان ديال البره، ما بالوك ديال البرازيل ما عندنا ما نديروا به. وحنا متفقين كاملين ديال ثلاث الاولاد ديال فيني هذاك البرازيلي راه ما نذبحوش وعندنا الجوده ديال اللحوم. وراه حنا الناس الثيق بان راه كاين في فيني غير الحيمات ديال البلاد ديال المغرب. وعاش المغرب وعاشت المملكه المغربيه الشريفه. تبارك الله على السي حجاج. ومن طنجه للقويرة ومغربي حر. تبارك الله على السي حجاج. يلاه سيدي. هذا حجاج ود موسى. تبارك الله على السي حجاج. هذا توقع قزار في الثلاث الاولاد الحوانت الثلاث الاولاد.
وهذا مشي تبع ما سي مصطفى وتشافي هنايا النمرة 90 وبشحال تبيعوا هنايا اخويا ومن هذا المنبر تحية الجالية المغربية في أنحاء العالم تبارك الله على الساحيتات ومن طنجة القويرة وعاشت المملكة المغربية الشريفة وعاش سيدنا محمد السادس أمين 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 والأسرة العلوية الشريفة أمين تبارك الله على كودي الزيتون والحيمات بلدية راهم في فيني تبارك الله على الساحيتات الناس ديال فيني راهم متافقين أخويا على ذاك البرازيلي راه ما عندهم ما يديروا به دابا تولفوا كل شي حاجة يا سيدي ما عندهم ما يديروا به الناس ديال الجزارة ديال فيني راه ما كاينش البرازيلي وما كاينش شاليه البرا عندنا بقري البلدي المغربي السلالة المغربية والغلمي عندنا السردية ديال البروش تبارك الله ما عندي مركون ما عندي مركون ما وريتينا شري كبده بشحال تبيع 130 درهم واللحم شحال تبيع فيه والهبرة والكفتة والغلمي بشحال تتبيع؟ كوتليت؟ هذا ولدك يا محمد؟ هي 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 خليفة محمد هي ياك على حسابك يا محمد الله يحفظك يا محمد ها عيسى فين كاين محمد وكاين عيسى ها؟ ياك ما تضربوش مشيت كبده قرب لا شتا شتا هاي هاي تعالي تشوف هاي يدير كبده قدام هي هذه اي يما واسي عيسى قول عندنا عيسى وبشحال بعتي الخيرات اللحم عادي تاع البقري والغلمي جاب شحال بعتيها سي عيسى 90 درهم عرفت الملش تاع الطنجية سرعين تبارك الله نمرة 8 نمرة 8 تاع فيها عيسى وفيها محمد وتاع الرئيس رشيد والحاج محمد الغيش عندنا مرحبا بك اي مرحبا وكوتلت بشحال بعتي؟ كوتلت 100 درهم 100 درهم والكفته؟ هذاك السابع واللحم كلهم شحال شي 15 شي 15 18 شي 14 هذاك الطامل ب 14 محمد ولا مجيد؟ على تقليدك عادك تكون مداوي واخا مرحبا يلا انت هذا خاص بالربيع وانا هنا في الثلاث اولاد هاس الحزم ويجري درتي بالك مع الفلوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا احنا في الحوانة تاعو الثلاث الأولاد قولوا مستاتوا اللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات والرواق الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن يا رجال أبنات أولاد أهلا وسهلا بكم جميعا اليوم جوج في شهر 5/2023 الخيرة تنوري والجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان أهلا بكم ما تنسوش تدعمونا باشتراك الإخوان بدينا هنا مع أنوار وعبد الرحيم كما تشوفوا المليح وحاجة رفيعة ممتازة تنوري والجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان في المكان الحباب تونا أهلا بكم تبارك الله على السي أنوار بخير ناشط الله يحفظك الله يبارك فيك هذا أنوار راجل ضرافات راجل مليح راجل زين كي تشوفوا معنا الغلمي والبقري والخيرات موجودة تنوريوها جميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان الدوارات كما تشوفوا معنا هذاك الشيء تبارك الله ما كاين فيه لا ما لا والو هذاك الشيء ناشف تبارك الله شحال الوحده تقريبا هادو باش بدينا 220 درهم بالزيتون هذه شي حاجه رفيعه تبارك الله شي حاجه رفيعه لا 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 عارف عارف شي حاجه تاع الشيء عارف المليحه هو تنشوفوا فيه هنايا وشحال بعت الغلمي اليوم 90 درهم والكوتلي شحال داير 110 مية الناس نور ياك انور انور وهاد اللحم البقري 80 درهم عرفت 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 لا شحمه لا والو
عرفت اللحمه الهبره تبارك الله. مع دي مركون سي انور واللي بغى القضبان ولا ستيك ولا بيفتيك ولا كيف 100 درهم. والكبده بحال بعد الخيرات تبارك الله، الكبده والهبيل والخيرات 120 درهم. واللي بغى الهبيل وحده بشحال؟ 100 درهم تبارك الله عليك. تبارك الله عليك يا رجل، ما كاينه لا زياده لا نقصان. 100 درهم الهبيل تولاري او الكبده 120 ولا 130؟ 120 درهم. 120. وهذا المخ شحال؟ 40 درهم. سواسيسو؟ سواسيسو 90 درهم. تبارك الله على السي، تحياتي لك يا رجل والمليح والزين تبارك الله. كيما تشوفوا معنا في الثلاث الاولاد الحوانات ثلاث الاولاد تنوريهم لجميع المشاهدين القناة الزيتون مرجان في مكانه. اهلا بكم جميعا. على تقليدك عادك تكون مداوي واخا مرحبا. يلا انت هذا خاص بالربيع وانا هنا في الثلاث الاولاد هاز الحزم ويجري. درتي بالك مع الفلوس؟